اسمي ملهم وعمري 12 سنة. أنا من سوريا ومن حمص، يعني جينا بالأحداث على الأردن. يعني كانت جيش يضرب علينا بالدبابات صواريخ، يضرب علينا يعني يقوس كمان بالأسلحة. كنت قاعد برا بالشارع، قال لي أبوي فوت لجوا على البيت، طلع أخويا، قمت نزلت أنا، بعدين صرت بقعد قمت أصوت. ما أنا ما تمنيت هيك يصير. والله كنت قبل الأحداث كنت بلعب بالمسكليتة وكيف عليها، بلعب مع صحباتي أحب ألعب فيها، بس هاي ما بقدر فيها إلا فيها. يعني من جيت على الأردن استغرب، حسبتها جديدة علي. الله، وحاب بس أصير خير بسوريا. أنا رسالتي إنه ترجع الحياة مثل ما كانت، أو ما أريد حد يصير بالبلاد كلها حرب. يعني ما بدي حد يقصفنا ولا حد يقوص أطفال سوريا.